حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية. أهلا بك في نشرة الأخبار. ما هي قراءتك لمضامين كلمة مملكة البحرين التي ألقاها نيابة عن جلالة الملك المعظم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمام أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة؟ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، ألقى هذه الكلمة الضافية والوافية والحقيقة التي شملت الكثير من القضايا الدولية والعربية والتقنية، ويعني سموها أبدى كثير من القضايا، ويمكن أن نقول لأنه وضع النقاط على الحروف. فهذه الكلمة الضافية والوافية أكدت على موقف البحرين من مجمل القضايا الدولية والعربية، ويمكن القول بأن ما أطلقه جلالة الملك لجائزة الملك الحمد للتعايش السلمي قد أكد عليها صاحب السمو الملك الأمير سلمان، وهذا يدل على أن البحرين بثقافتها وبانفتاحها وتنوعها قادرة على أن تضيف الكثير إلى المجتمع الدولي. ولذلك يعني التعويل على إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي جاء في وقته المطلوب، لأن صاحب السمو قد أعلن منذ 19 عاما وهو قام بهذه الزيارة للأمم المتحدة، وأكد على الثوابت التي يجب أن نتبعها، ومنها طبعا مثل ما تفضلت قضية فلسطين القضية الأولى العربية الأولى، وما يجري في غزة من يعني تنكيل، وهذا شيء حقيقة لا يرضي. ولذلك يعني جلالة الملك في قمة المنامة الأخيرة، قمة العربية في المنامة، قد أكد على ضرورة يعني المجتمع الدولي عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط في مملكة البحرين، وهذا يعني إضافة جديدة وتأكيد على مكانة البحرين دوليا ويعني على النطاق الإسلامي ونطاق التعاون. ولذلك يعني أوضح كثير سمو ولي العهد الكثير من الجوانب الإيجابية، ومنها طبعا الاهتمام بشبابنا واهتمام بصقل قدراتنا وقدرات المواطنين الكرام في تقلد المناصب وفي التعاون بين المجتمع والمجتمع المدني وأيضا الحكومة، بما يحقق الرخاء والأمن والاستقرار لمملكة البحرين. وكذلك طبعا النظرة للأمن الإقليمي والأمن الدولي، كل هذه المعطيات التي نجدها اليوم في المعترك الدولي، ويجب أن يكون هناك موقف من الأمم المتحدة تجاه هذه القضايا لأنها المعول. ولذلك اليوم وجدنا هذه المشاركة الكبيرة من القادة العرب وحضورهم لهذه الدورة، أكيد يعني يؤكد على عمق هذه المنظمة وأهمية وجودها وأهمية تدعيمها وإصلاحها وإصلاح أيضا مجلس الأمن الدولي. ولذلك يعني بالفضل. نعم، سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أشار في كلمة مملكة البحرين، أشار إلى أن مملكة البحرين ملتزمة بشكل دائم بمنهجية أو بمنهج التعددية، طبعا بصفتها دولة عضو في العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية. ما أهمية الالتزام بهذا المنهج في تحقيق أهداف التنمية البشرية؟ الحمد لله، يعني مملكة البحرين كما تعلمين أختي عضو فاعل في جامعة الدول العربية، وعضو أيضا مؤسس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد استضافت البحرين طبعا القمة الأخيرة العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، وأيضا استضافت قمة لمجلس التعاون، وطبعا هناك يعني منظمات المؤتمر الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي البحرين عضو فاعل ونشط فيها. ولذلك يعني الحمد لله يعني مملكة البحرين تواجدها على النطاق الإقليمي والدولي والقاري مشهود له بالفضل، ولذلك دائما تطرح البحرين قضايا مهمة جدا وتعمل على يعني المضي قدما فيها. ولذلك يعني اليوم لما نطرح أو يطرح ولي العهد حفظه الله هذه الرؤى، إنما تنطلق من
القادة ومن رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم الذي دائما وأبدا يشعر بأن من واجب مملكة البحرين أن تقوم بهذا الدور الإيجابي الفعال. ولذلك نحن يعني كأعضاء في بعض المنظمات نشعر بدور البحرين وأهميته. ولذلك يعني أحب أؤكد بأن القمة الأخيرة القمة العربية في المنامة قد أتت بمردودات كبيرة جدا، والحمد لله يعني نرى كل يوم الإشارات. ولذلك يعني إن شاء الله يعقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط الذي دعت إليه البحرين وقيادة جلالة الملك، وإن شاء الله يتحقق هذا المؤتمر بما يعود على الجميع بخير إن شاء الله. نعم، إذن من القاهرة سعادة السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية، شكرا جزيلا لك.